إبراهيم يصل إلى هدفه رقم 17 في الدوري القطري يا أمين، وسبع تمريرات حاسمة، أفضل موسم لإبراهيم على الإطلاق، موجود في فورمة عالية. هل تعتقد بأنه سيعود الآن إلى المنتخب الوطني الجزائري؟ لما تستمع إلى تصريحات المدرب الجديد يقول لك أن القائمة ستكون موسعة لتربص مارس المقبل 45 لاعب، لا أعتقد أنه في 45 لاعب لن يكون اسم ياسين إبراهيمي موجودا. ياسين إبراهيمي واحد من أحسن اللاعبين إحصائيا هذا الموسم، صحيح يلعب في البطولة القطرية، قائمة موسعة لكنه لن يستدعي 45، أكيد هي قائمة موسعة، سيستدعي من 23 فقط، 23 نعم 23 لاعب. أعتقد أنه ياسين إبراهيمي سيكون حاضرا في هذا التربص بعد غياب طويل. نعم، الأسمراني سيكون حاضر في اعتقادك؟ والله صعب محمد، صعب، يعني دوك المدرب هذا عنده قائمة، عنده لاعبين، عنده اختيارات في المناصب اللي فنيا يكون حاضر أو لا؟ فنيا لو تقارنوا مع بقية اللاعبين أو بقية زملائه في نفس منصبه، فنيا محمد راهو يقدم في أداء جيدة في الدوري القطري، لو تكون يعني المباراة الودية يقدر يكون فيها، لأن عامل السن على ما أظن هذا المدرب راهو يعني عامل كل اللاعبين يعني بنفس المنحنى، يقدر يكون من ضمن ال 45 لاعب. نعم، تحدث عن عوار أيضا الذي بقي في الاحتياط يميد وضعيته يعني مترنحة، لم يلعب إلا الوقت القليل مع المدرب الجديد ديروسي. عادي، جاء لم يجده في الفريق، بدأ بالفريق ديروسي الأمور تمشي، فاز روما برباعية على مونزا في آخر مباراة في مونزا، وفي المباراة الأخيرة روما يفوز، ما فاتي يفوز من المباراة الأخرى، أكيد لا نشانج با اون إيكيب كي غان، لذلك كما قلت في الفترة الماضية عليه أن ينتظر فرصته ليعود إلى التشكيلة الأساسية. نعم أمين، نعم مؤسف، أنا صراحة تأسفت لما لم يشارك ولو لدقيقة، أعتقد أنه عليه أن يحاول أن يقنع مدربه خلال التدريبات، هذه هي فرصته الوحيدة حاليا، عليه أن يقنع مدربه خلال التدريبات بأنه يستطيع أن يقدم الإضافة إلى هذا القطار الرومانيستا، وبعدها ستمنح له الفرصة وعليه أن يغتنمها. على كل حال الفرصة ستأتي لا محال، لأن الموسم لازال طويلا، روما لازال ينافس على الألقاب، لذلك سيشهد عوار فرصته في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. نعم، رياض محرز يتعادل مع ضيفه نادي الفتح السعودي، رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، تعادل 1-1 هذا الأسبوع. تعادل 1-1 هي نتيجة مخيبة بالنسبة للأهلي مع أرمادة من اللاعبين في نادي أهلي جدة، التعثر ممنوع نظرا لي يعني الفرق الشاسع بين جودة لاعبي فريق الأهلي وفريق الفتح، حتى وإن يعني هناك عدة أندية في السعودية يعني هي في نفس يعني مردود الفرق هذه الكبيرة، أهلي جدة أو النصر السعودي أو الهلال السعودي، نشوفوا كيف أن الهلال ينفرد بالريادة في الدوري السعودي، هذا شيء جد مهم بالنسبة لدوري مثل هذا الدوري. ورياض محرز محمد في هذه المباراة لم يقدم الكثير، لم يكن يعني عندي يعني تطلبات الأنصار اللي راهم يعني أزروا في هذا الفريق في كل مباراة بقوة، ولازم عليهم التدارك في المباريات القادمة. كيف ستكون حقبة رياض محرز الجديدة مع المدرب بيتكوفيتش؟ كيف تراها ميدو؟ هل سيبقي عليه كقائد للمجموعة؟ هل سيعتمد عليه كنجم للفريق؟ هل سيضعه مثل ما يتحدث سواء مع كل اللاعبين؟ كيف تتوقع أن تسير الأمور بينهما؟ اليوم النخب الوطني الجديد بيتكوفيتش تحدث على هذا الأمر، قال يجب أن يأتي اللاعبين بإيمان واقتناع كبير بأنهم سيمثلون ألوان منتخب بلده. أنا ما نش نقول محرز ما عندوش الإيمان والاقتناع بتمثيل المنتخب الجزائري، لا عكس ذلك، منذ 10 سنوات وهو يلعب في المنتخب الوطني. اليوم صراحة محرز تراجع مستواه كثيرا مقارنة فقط بما كان عليه الموسم الماضي لما ما كانش يدخل مع نادي مانشستر سيتي، والسبب واضح، انتقاله للدوري السعودي جعل مستواه ينخفض لأن مستوى البطولة السعودية منخفض كثيرا مقارنة بمستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.
راح يكون وحتى المدرب تحدث أنه سيكون فيه حديث مع اللاعبين، راح يتحدث أكيد راح يستدعي في قائمة شهر مارس هذه، راح يتحدث معه بصفته قائد الأول للمنتخب الوطني بدون أي شك، بصفته واحد من نجوم لك السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبصفته لحد الآن مازال نجم المنتخب الأول رغم مستواه المخيب للأمل في كأس أمم أفريقيا الأخيرة. المدرب أكيد سيتحدث مع اللاعب، وعلى حساب ردة اللاعب وما سيقوله اللاعب للمدرب بيتكوفيتش، هنا راح المدرب راح ياخذ قراره. وإن كان يرى في محرز أنه باستطاعته مازال عنده الرغبة في تمثيل ألوان المنتخب الوطني أكيد سيستدعيه، لكن هل سيشركه أساسي رغم أنه مستواه منخفض مقارنة باللاعبين اللي راح يكونوا في منصبه؟ لا أعتقد. هل سيبقى هو حتى لما كان قائد بشارة أندي دولور تحدثوا قال لك محرز سالي دور تكنيك سي باز ان مونور دوم، يعني ما هوش هو القائد الفعلي للمنتخب، هو قائد تقني فوق أرضية الميدان. أمين، محرز تحط أيضا انتقادات لاذعة هذا الأسبوع بسبب مردوده المتواضع أمام نادي الفتح، مباراة انتهت 1-1، الجماهير وصفته بالبارد وقالت بأنه ليس لاعبا حارا فوق أرضية الميدان، لا يبادر لافتكاك الكرة. البعض الآخر قال يجب أن نعترف بأن محرز الموجود معنا ليس محرز الذي كان في مانشستر سيتي. البعض الآخر وصل به الأمر حتى يعني إلى زوجة رياض محرز واعتبرها لعنة على اللاعب وعلى الفريق، يعني هذه انتقادات مجانية وصلت حتى إلى لما أمور عائلية. يعني أنت تنتقد اللاعب فنيا أوكي، لكن ما دخل زوجة رياض محرز في أداء اللاعب فوق أرضية الميدان؟ حتى فنياً يعني البعض أمين حتى فنياً يزيد الطينة علاقة رياض محرز مع الجماهير السعودية لن تكون سمنا على عسل في الأيام القادمة. حتى فنيا هذه المقارنات وهذه الانتقادات لا أساس لها من الصحة. إحصائيا رياض محرز هو أحسن لاعب في ناديه هذا الموسم، نعم سجل 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة بلغة الأرقام. نعم وبلغة الأرقام محرز هو أكثر لاعب صناعة للفرص في الدوري السعودي. إذن ما ذنب رياض محرز إن كان الأهلي السعودي يلعب فيه عاهات في خط الهجوم؟ رياض محرز يصنع فرصا خطيرة وفرص سهلة للتسجيل ويضعك في وضعية مثالية من أجل أن تضع الكرة في الشباك ثم لا تسجلها. ما ذنب رياض محرز في هذا الأمر؟ هو أحسن لاعب إحصائيا في ناديه. ما سبب هذه الانتقادات إذن؟ لأنه رياض محرز محمد، لأنهم ربما كانوا ينتظرون منه أكثر بكثير. إن أردت أكثر بكثير من محرز فعليك أن تأتي بمهاجم سوبر يلعب في فيرمينو أسوأ موسم له في التاريخ. فيرمينو من بين أضعف فيرمينو يقدم أضعف موسم له في تاريخه كلاعب كرة قدم محترف. فيرمينو هو أضعف لاعب في الأهلي السعودي. فيرمينو كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج في الميركاتو الشتوي. لذلك لا يجب أن نتحدث أبدا عن فيرمينو لأنه سيء جدا هذا الموسم مع النادي الأهلي. كان أحيل على الاحتياط لمدة طويلة، لم يلعب كأساسي مع ناديه لحساب لاعب سعودي، يعني لاعب محلي في الدوري السعودي كان أحسن منه، كان يسجل أهداف. المشكل أنه رياض محرز قلت لك هو أكثر لاعب يصنع فرصا للتهديف، ولكن لا وجود لمن يحول هذه الفرص لأهداف. لذلك في الكثير من الأحيان يتكفل رياض محرز بنفسه بتسجيل هذه الأهداف. بأنه قدم مردودا متواضعا في المباراة الأخيرة ومن حق الجماهير أن تنتقد في صورة فريقه، ولكن النقطة التي تحصل عليها كانت أحسن نقطة في فريقه محمد، كانت أحسن نقطة في فريقه. محرز لا يعني كان أحسن السيئين في المباراة. نعم كان أنا بالنسبة إلي كان أحسن السيئين محمد. محرز لو يلعب في فريق النصر مثلا مع كريستيانو رونالدو ومع ساديو ماني لكنا شاهدنا محرز آخر تماما وإحصائيات أخرى تماما لرياض محرز. نعم لذلك نعم انتقادات لا أساس لها، ودون الحديث عن الانتقادات لزوجته لأنه أمر خاص أمر عائلي، ما كان على السعوديين أن يتطرقوا بتاتا إلى عائلة رياض محرز، هذا ليس من شأنهم بتاتا، كان عليهم فقط أن ينتقدوه يعني رياضيا. يعني من الأنصار. نعم وحتى انتقاداتهم الرياضية لا أساس لها من الصحة. وهنا أنا كان فعل ورد الفعل. نعم. وهنا كما يقول واحد كان يخدمان افتجأت من حديثه على زوجة رياض محرز وهو الذي سلخ جلدها قبل سنتين من الآن بسبب الصور التي كانت تضعها على مواقع التواصل الاجتماعي.